بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. العلم الحق الورع والخشية. وقد قال علي بن خشرم: ما رأيت وكيعا قط بيده كتاب، إنما هو حفظ. الله أكبر. فسألته عن الأدوية كيف وصل إلى هذا، فقال لي: أرأيتك إذ علمتك الدواء استعملته؟ فقال علي بن خشرم: قلت إي والله. قال: ترك المعاصي، والله ما رأيت مثله للحفظ. ومن هنا قالوا إن الشافعي قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يتاه عاصي. والقلوب إنما جعلها الله في المقام الأول محلا لذكره، فعمرها الناس بالشهوات، فالسبيل إلى محو الشهوات بأمرين: بالخوف من عقابه، أو بالشوق إلى لقائه. بالخوف من عقابه أو بالشوق إلى لقائه. فإذا أراد الإنسان أن يمحو من قلبه حب الشهوات، فإما أن يزدد خوفا من عقاب الله، أو أن يزدد شوقا إلى لقاء الله. لما؟ لأن من ازداد شوقا إلى لقاء الله استحيا أن يلقى الله وهو يحمل هذه الشهوات، استحيا أن يلقى الله وهو يحمل هذه الشهوات. وأنت ترى الرجل كلما دنا من بيت من يريد أن يزورهم راجع بدنه وهذب نفسه وأصلح حاله وشذب ثيابه، فكيف بالقدوم على ملك الملوك جل جلاله؟ كيف يقدم عليه؟ بالقلب. أما بشيء آخر، الناس لا يمكن أن تجتمع حالة أجسادهم، محال. هو ربهم خلقهم، هذا معافى، هذا مبتلى، هذا أسود، هذا أحمر، هذا أبيض، ولا يملكون تغييرها، لكنهم يقدمون على الله بقلوبهم. فالشوق إلى لقائه يجعل العبد برحمة الله قادرا على أن يمحو من قلبه الشهوات. فالقلوب ما خلقت إلا أن تكون محلا لذكر الله. واليوم أنا غاد إلى دولة قطر المباركة، سألني أحد الإخوة عن قول الله جل وعلا في سورة طه عن نبيه موسى، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ثم قال: ما قال حتى يعينني على دعوة فرعون، قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال: ما العلة؟ فقلت له: إنما ذهب موسى إلى الغاية من هذا كله، فهو ما بعث إلى فرعون، وما أريد بموسى، ولا يدعو الداعي إلى الله، ولا تعلم العبادات، ولا تقام الشعائر، ولا يرشد الناس إلا لشيء واحد: ذكر الله. ذكر الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر المناسك: إنما ذكر ذا إنما شرع ذلك كله ليذكر الله. ولهذا ركب نوح السفينة فقال: وقال اركبوا فيها بسم الله مجرئها ومرساها. والله يقول: لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقال عن نوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله رب العالمين. والله ذكر نهاية الأمر، قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فالقضية كلها قائمة على أن تكون القلوب محلا لذكر الله. وقد قال الأخيار من قبل: إن ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. ومن أراد أن يعرف أين هو في إيمانه فلينظر أين هو من راحة النفس عند ذكر الله، أين هو من راحة النفس عند ذكر الله. الله يقول: وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا حال من غضب الله عليهم. وقال عن حال الصالحين: جعلنا الله وإياك منهم، قال: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن.